السلام عليكم حبايبي. تعرفون أهم شيء بالسفر هو شراء الشريحة. عندنا 4 أنواع شريحات الإيرانية، اسمهن شاتل، حامره أفال، إيرانسيل، ورايتيل. الشريحة بالفارسي اسمها سيم كارت، سيم كارت، والرصيد شارج. من وين نشتري الشريحة؟ نشتري الشريحة من مكاتب ومراكز معتبرة، اسمها بالفارسي دافاتر، خدمات ارتباطي. ايش قد سعر الشريحة؟ سعر الشريحة بالإيراني تقريبا 30 إلى 40 تومان إيراني، وإذا تريد تخلي بها رصيد 5 جيجات راح يكون 23 تومان إيراني، أو إذا تريد تخلي رصيد 15 جيجا لمدة شهر تخلي 40 تومان إيراني. هسا أنتوا قولوا لي من تجون الإيران أي شريحة تستخدمون وأي سعر اشتريتوها. لا تنسى تسوي هذا الفيديو سيف وتخلي لي لايك وتخلي كومنت.